سكان الوطن العربي. جماعة نقسم سكان العربي إلى ثلاث أنماط، هم حضر، ريفيون، بلد. تاني حضر ريفيون بلد. هبدأ بالحضر، هم سكان المدن. هم سكان المدن يعملون صناعة تجارة خدمات، يعملون صناعة تجارة خدمات. هيمثلوا كام؟ قال لي 55% هيمثلوا كام؟ 55%. طب شباب دول كده الأغلبية، دول إيه؟ الأغلبية. هنا شباب يا سكان الحضر مين؟ هم سكان المدن يعملون في الصناعة تجارة خدمات، يعملون صناعة تجارة خدمات. هيمثلوا كام؟ 55%. هم سكان المدن في جزيرة التنافس، ألف جزائر مستمر، جزائر مستمر. بما تفسر سكان المدن في جزائر مستمر؟ هل السبب الأول هو الهجرة من الريف إلى المدينة؟ السبب الأول الهجرة من الريف إلى المدينة. السبب الثاني هو ظهور مدن بترولية. السبب الثالث هو ظهور مدن صناعية. تاني يا شباب عندي كام سبب؟ تلاتة. واحد الهجرة من الريف إلى المدينة. اثنين ظهور مدن صناعية زي قال لي في مصر في عشر رمضان 6 أكتوبر، يبقى ظهور مدن صناعية. السبب الثالث قال ظهور مدن بترولية زي اللي حصل في دول الخليج العربي. من يجاوب معايا؟ هي بما تفسر سكان الحضر في تزايد مستمر سبب الهجره من الريف الى المدينه وظهور مدن صناعيه وظهور مدن بترولية. برافو عليك. طب لو قلنا السكان الريفيون، الريفيون هم سكان القرى، هم سكان القرى بيعملوا في الزراعه والتربيه، الحيوانات بيعملوا في الزراعه والتربيه ويمثلوا 45%. كام في المية يا شباب؟ 45%. طب سكان الريف في جزيره التنافس، هل التنافس وانت قلت لي شويه ايه؟ سبب الهجره من الريف الى المدينه. سبب الهجره من الريف الى المدينه. يبقى سكان الريف في تناقص مستمر، تناقص مستمر. يعني يا شباب سكان الريف في تناقص مستمر بسبب تناقص سكان الريف على الهجره من الريف الى المدينه. الهجره من الريف الى المدينه. طب لو قلنا شباب ايه النتيجه على الهجره من الريف المدينه؟ واحد زياده سكان المدن، اثنين تناقص سكان الريف، ثلاثه ظهور العشوائيات. ظهور العشوائيات. الثاني بما النتيجه بتبقى على الهجره من الريف الى المدينه، زياده سكان المدن، تناقص سكان الريف، واخر حاجه ظهور عشوائيات. يعني ايه كلمه عشوائيات؟ قال لي مناطق بنيت على اطراف المدن دون تخطيط من الدوله، مناطق بنيت على اطراف المدن دون تخطيط من الدوله. قلنا تنتقل الى خدمات مرافق. خدمات مرافق. طب ايه موقف الدول العربيه من عشوائيات؟ احنا هنا في مصر عملنا حلين، الحل الاول هو تطوير العشوائيات. الحل الاول ايه؟ تطوير العشوائيات. طب الحل الثاني احاول امنع الهجره من الريف الى المدينه. طب ده هيحصل عن طريق ايه؟ قال لي عن طريق توفير خدمات للمدن، الريف. هوفر ايه في الريف؟ هوفر لهم فرص عمل، مدارس وجامعات، مستشفيات، مياه نقيه، صرف صحي، كهرباء. لو وفرنا الخدمات دي لسكان الريف هيهاجروا؟ لا. يبقى الريف قال لي ما هي مقترحاتك لوقف الهجره من الريف الى المدن؟ قال له ايه؟ توفير فرص عمل، توفير خدمات لسكان الريف زي الكهرباء والمياه النقيه والصرف الصحي، بناء مستشفيات ومدارس. العنصر ده درسنا هم سكان البدو الرحل وهم سكان الصحاري. هم سكان الصحاري يتنقلون من مكان لاخر بحثا عن الماء والعشب. تاني يا شباب هم البدو الرحل وهم سكان الصحاري يتنقلون من مكان لاخر بحثا عن الماء والعشب. طب سالنا يا شباب سكان الصحاري البدو الرحل يدوب كام؟ قال نسبه قليله جدا. ايه؟ نسبه قليله جدا. تاني نسبه قليله جدا. طب سنة ثانية لو قلنا نسبة قليلة جدا قد إيه؟ قال مش فاكر 1%، عشان قلنا النسبة قليلة جدا. سكان البدو في تناقص ولا في تزايد؟ تناقص. تناقص. إيه السبب؟ قال لي السبب هو هجرتهم إلى ريف أو المدينة. سكان البدو بيهاجروا لأقرب ريف أو مدينة ليهم. اثنين اتجاه دولة أو توطين البدو. اتجاه دولة أو توطين البدو. وأهم حاجة شباب ودي كانت مهمة جدا هو اتجاههم للعمل في الصناعة واستخراج البترول. ده كان سبب؟ نقول تاني معلش. لما تفسر سكان الريف في تناقص مستمر الهجره الريف او المدن. اثنين اتجاه دوله حق توطين البلد، اتجاه الدوله نحو توطين البلد. اخر عنصر يا شباب هو اتجاههم للعمل بالصناعه واستخراج البترول. بيقول معايا بما تفسر سكان البدو في تناقص مستمر هي حسام بسبب الهجره من الريف، بسبب الهجره من الهجره الى الريف او المدن وتوجيه الدوله الى توطين البدو. تمام. اتجاههم للعمل، اتجاههم للعمل، توفير فرص عمل و... لا اتجاههم للعمل في الصناعه واستخراج البترول. تاني سمير لو قلت ايه سبب سكان الريف في البدو في تناقص مستمر؟ بسبب الهجره من الريف او المدن. تمام. اتجاه الدوله الى توطين البدو واتجاههم الى العمل في الصناعه واستخراج البترول.